مساء الخير على كل مشاهدينا، واهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم لقاء مع ايه. النهارده حلقتنا تكون مميزه ومجدده، لاول مره معانا ضيفه جميله هتكون معانا وهتتكلم معانا عن منتجات العنايه بالبشره والشعر. طبعا كالعاده احنا دايما بنهتم بالمراه، طبعا حواء وجمالها يهمنا، عاوزينها دايما في احسن صوره وفي احسن طول الوقت تكون جميله. طبعا جمال حواء دايما لما تقف تبص لنفسها في المرايه تحب تشوف بقى مفيش هالات سودة، مفيش بقى مشاكل كتير في بشرتها، عندها كمان شعرها تساقط فراغات. كل ده هنعرفه مع الاستاذه ساره مسعد، اخصائيه العنايه بالبشره والشعر. تعالوا نرحب بضيفتي، اهلا بيكي يا ساره. اهلا بيكي، منوراني النهارده. نورك يا حبيبتي. ساره، في البدايه عاوزه اعرف منك امتى البنات تبدا تهتم ببشرتها؟ يعني اكيد في السن الصغير ده بيبقى فيه وقت ان البنات عاوزه تهتم، ويجي عليها وقت لما تعدي الوقت ده تقول يا ريتني بدات من بدري شويه اهتم ببشرتي. امتى تنصحيهم بقى يبداوا بيهتموا ببشرتهم؟ بصي يا ايه، هو علميا من سن ال 20 سنه، يعني البنت تعدي ال 20 سنه خلاص هنبتدي نهتم، لان الكولاجين اللي في البشره بيقل 1.5% في السنه. فانت اصلا لو ما اهتمتيش من اول 20 سنه هتيجي عليكي سن ال 30 خلاص الكولاجين هتلاقي وقع، بشرتك يعني اتطفت، فاهماني؟ فمن اول 20 سنه يعني خلاص تكسر البنت ال 20 سنه تبتدي تعمل روتين يومي واسبوعي. تمام. طيب دلوقتي يا ساره، امتى البنت تحب تهتم بنضاره بشرتها؟ لازم تروح مراكز تجميل ولا مش شرط؟ بصي، هو لازم هتروح مراكز التجميل بس شهريا لازم، لان في مش هتعرف تهتم في البيت، يعني لازم البشره تتنضف باجهزه معينه، مش هتعرف تعملها في البيت. يعني المفروض كل قد ايه تروح؟ يعني كل شهر؟ كل 28 كل شهر يوم؟ كل 28 يوم اصلا لازم البشره تتقشر، ولازم عشان الوش ينضف خلاص لازم هنزور السنتر او مركز التجميل، يعني خلال 28 من 28 يوم لشهر، فاهماني؟ لكن لازم هتهتم يومي واسبوعي. يعني يومي ده هتستعمل غسولات طبعا، الاسبوعي هتستعمل مقشرات سكربات. تمام. طب انا دلوقتي لو بستخدم الدرما عاوزه نضاره لبشرتي، اكيد في حاجات بحتاجها احطها بعد الدرما، معاكي حاجات طبعا دي عايزه اتعرف عليها؟ في من سن ال 20 لحد سن ال 30، يعني اول ما هتبتدي تهتم ببشرتها لحد سن ال 30 سنه هتستخدم اللي هو بعد الدرما، هتستخدم سيروم الهالورونيك اسيد. طب ورينا كده يا ساره. ده الهالورونيك اسيد دوت بتحطه بالليل، هو حتى مش لازم درما، في ناس ما بتحبش تستعمل الدرما، انت ممكن تعملي مساج خفيف لبشرتك وترشي السيرم. تمام. دوت لازم وانت داخله تنامي، ما ينفعش يشوف الضوء، ما ينفعش يتعرض لاشعه الشمس. ليه بقى؟ الضوء بيأكسد. هتلاقي بشرتك لمعت، حرقتك، حاسه انت ممكن تغمق البشره، يعني ممكن تقلب الضوء. طبعا. فلازم هتحطيها في الضلمه، هتخشي تنامي، فهماني؟ دوت من ال 20 لل 30. طب هو بالنسبه للسيرم بيتحط برضو تحت العين ولا ملوش دعوه بالبشره بس؟ لا، هقول لك، في ناس هنحطه بس هتبعدي عن العين، مش هتحطي في المنطقه اللي انت داخله فيها على الرموش، لا هتبعدي. تمام. يعني ما تحاوليش تقربي من العين قوي، لان في حاجات اصلا مخصوصه للعين. طيب بالنسبه بقى للعين، كتير مننا بنعاني من الهالات السوداء. بصي هو اهم حاجه ان الهالات السوداء دي يعني شرط اساسي فيها وراثه وكبير، يعني الناس كتير قوي عندها الهالات الوراثيه، هالات تكون وراثيه، وفي ناس عندها الهالات دي بتكون يعني ناتجه عن سهر بقى، ام بقى سهرانه طول الليل مع البيبي، فطبيعي. بصي يعني تعمل ايه؟ بصي، الحاجات الوراثيه ديت هتعمل نتيجه بس هتاخد وقت. تمام. هناخد وقت، لكن لو انيميا، لو سهر، شاي وقهوه، الحاجات اللي هي العادات الخاطئه اصلا احنا ماشيين عليها في اليوم العادي بتاعنا، لا ده بتجيب نتيجه وفوريه. يعني انا عن نفسي ما بحبش الحاجه اللي بتاخد وقت قوي. يعني معاكي ايه حلو للهالات السوداء؟ بصي، معايا ماسك الهالات، دي تركيبه، دي مفعولها سحري الصراحه. يعني بتاخد وقت قد ايه ساره؟ ديت لا، هي النتيجه بتبقى فوريه، ومش وقتي، فوريه بس مش وقتيه، يعني مش اللي هو خلاص هغسل وشي لا خلاص السمار هيرجع تاني، لا خلاص هي اوريدي بيضت، فاهماني؟ بعد ما نخلص، بعد ما تشطفيها، هي بتقعد من 10 دقائق لربع ساعه،
وبرضه هتبعدي عن المنطقه اللي هي المنبت يعني بتاع الرمش. لما اجي اعمل من الماسك بتاع الهالات لازم احط على العظمه اللي تحت دي طبعا تحت شويه عشان طبعا ما تجيش، وهترفعي فوق شويه بس مش هتروحي عند منبت الرمش وتحطي، فاهماني؟ بس في ناس بتدور يعني تقولك انا لو ما حطيتش تحت كده يبقى مش هيوصل لها. تمام، ما هي هتحط بس مش هتطلعي عند عينك تحطي، فاهماني؟ مش عند الحته اللي بتحطي فيها الكحل وهتحطي. ايوه هتحطي بس هتعملي مسافه بسيطه، وهي كده كده اصلا وانت بتدلكي خلاص اوريدي افتحي. يعني هو ده بس للهالات ولا معاكي حاجه ثانيه؟ في جل دوت الاول التركيبه الاساس فيه الصنوبر، في الجل ده الالوفيرا والصنوبر الاثنين مع بعض. الصنوبر دوت بيملى الخطوط البيضة اللي تحت العين اللي هي التجاعيد. التجاعيد طب هو له وقت معين او سن معين؟ لا ما احنا متفقين بقى من اول 20 سنه، يعني مش هتيجي طفله وتحطه. تمام، فهماني؟ في ناس قبل ال 20 سنه بيبقى خلاص بشرتها مجهده فممكن تستعمل، بس خلاص اللي طب بالنسبه كده. للبنات اللي بتحط ميك اب اوفر وكتير ودايما تنصحيهم يعني يستخدموا ايه ويبعدوا عن الميك اب اساسا يعني؟ لا بصي هقول لك، في ناس بطبيعه شغلها لازم ميك اب، لازم كل يوم هتقوم من النوم هتحط ميك اب. تمام، بس قبل ما ننام طبعا لازم هنغسل، هنشيل الميك اب ده خالص، الغسول ده هنستعمل غسول يشيل الميك اب، وفي غسول بشره حساسه، بشره عاديه مختلطه. معاكي الحاجات دي يا ساره؟ طب ممكن نشوفها؟ بصي ده للبشره العاديه والجافه والمختلطه، لاي نوع بشره ما عدا الحساسه. تمام، دوت ورق بخلاصه ورق الصدر والكولاجين ده. طب بالنسبه بقى لورق الصدر يعني ده بيتقل شعر البشره ولا؟ لا لا لا، في ناس تقول لك ان انا اصلا ملوش علاقه. لا 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 لا، تتقيل بصي الشعر. انت اصلا مجرد هو اول حاجه بيغذي البشره، انت هتحطي ايدك كده بعد الغسول اصلا خلاص هتلاقي الحته دي حرير نعمت. حلو جدا، فهماني؟ طب هو بينظف البشره يعني تراكمات وكده، التراكمات اللي بيكون موجوده على الجلد بتاع البشره بينظفها بعمق؟ طبعا طبعا بينظف جدا. وبعديها المفروض هو الروتين اليومي، هتغسلي بالغسول تحطي التونر تحطي السيرم. تمام، ده التونر اليومي. ده لازم هنقفل يعني احنا هنفتح البشره الاول هنغسل بالغسول ننظف اللي فيها، لازم هتقفلي بتونر. انت لو طلعتي لو غسلتي الصبح مثلا وطلعتي من غير ما تقفلي المسام بتونر هتلم اتربه فعلا، اشعه الشمس هتبين لك بقع. غير ان التونر كمان بيقلل من المسام بتاعه البشره. طبعا يعني ده بيساعدنا على كده، بيعمل حاجتين، بيقلل من مسام البشره وكمان بيمنع بشرتك ان هي تلم اتربه. تلم اتربه طبعا. بعديها خالص بقى انت بتستخدمي السيرم وانت داخله تنامي، فاهماني؟ طب بصي يا ساره، انا لو استخدمت المنتجات دي زي ما انت بتقولي هيعود عليا الفايده بعد وقت قد ايه؟ بصي هي الحاجات التفتيح طبعا، انت الغسول وانت بتغسلي هيبان وقتي، فاهماني؟ في ساعتها هيبان. التفتيح ممكن اسبوع، النتيجه هتبان معاكي من اسبوع. بالنسبه للغسول ولا للمجموعه على بعضها؟ مجموعه طبعا على بعضها. تمام، وانا مش هينفع اعمل غسول ما استعملش تونر، فاهماني؟ مش هينفع احط ماسك ومفيش بعديه كريم مرطب، حتى ما ينفعش اخش انام من غير سيرم. ده اللي هم اللي بيهتموا. في ناس بتقول لك لا انا مش هحط هغسل بس مش هقفل مسام، هتلاقي البشره باظت اكتر. في ناس يعني سريعا كده ما عندهاش وقت فبتعمل بشرتها بالغسول وبعدين بتقوم حاطه كريم مرطب وعلى كده واتنين. الموضوع كله ما بياخدش، ما فيش نص ساعه. لو انت مثلا تاخدي شاور هتعملي الحاجات دي كلها قبل، فاهماني؟ وانت داخله تنامي انت طبعا لازم هتنضفي بشرتك اكيد، فانت هتنضفي وتحطي السيرم ما مش هياخد وقت. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا عن الهالات السوداء واتكلمنا كمان عن السيرامات. طيب دلوقتي انا لو بستخدم الديرما، السيرم اللي انا هستخدمه بعد الديرما مباشره ولا استنى على بشرتي تهدى شويه؟ بصي هو في ناس مش عايزه اتكلم على الديرما لان في ناس ما بتعرفش تستخدم الديرما، يعني في ناس تعرف وفي انا بهتكلم على الناس اللي بتعرف هتحط بعد الديرما على طول. الناس اللي ما بتعرفش لا، انا هدلك وشي بايدي مساج خفيف كده واحط السيرم ادلك تاني اعمل مساج. طيب وخلاص احنا اتكلمنا على السيرم دوت اللي هو ما بين ال 20 وال 30، اللي بعد كده اللي فوق ال 30 اللي بيعدي ال 30 في اللي هو سيرم الحلزون. ايوه ده مفيد جدا. طيب احنا جداً. ممكن نشوف صوره للهالات السوداء معانا علشان خاطر ده من تجربة العملاء بتوعك. أيوة يا ساره طبعاً. عاوزين نشوف النتيجه بتاعته. معانا صوره دلوقتي معانا على الشاشه، دي قبل وبعد يا ساره. دي قبل دوت ممكن تبقى من اسبوع ل 10 ايام. ده نتيجه الهالات السيرم مجموعه كلها على بعضها بتاعت الهالات السوداء. لا المجموعه بتاعت الهالات اللي هو ماسك الهالات تركيبه الهالات والجل بسنوبر والالوفيرا والسنوبر.
تمام، يعني هي العميلة أخدته خلال أسبوع يعني ما شاء الله، دي صورة عميلة مش صورة من على النت، دي صورة عميلة. لا 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 عميلة. تمام. من أسبوع لعشر أيام. طيب حلو جدا. طيب إيه تاني معاكي للبشرة يا سارة؟ في اللي هو ماسك الذهب. ده ماسك الذهب. طب ممكن تفتحي ماسك الذهب كده وتقولي؟ ده ماسك. هو بطبة. حلو جدا. طب قولي لنا ما ماسك الذهب ده بيعمل ايه؟ بصي دوت بينشط الخلايا العصبيه اللي في البشره. جميل. غير ان هو بيفتح طبعا. انت حتى لو لابسه خاتم ذهب، لو لابسه دبله، انت لو قعدتيها فتره على ايدك وجيتي تشيليها تلاقي تحتيها ابيض. طبعا. فهماني؟ هو الذهب بتعلم بتاخد وقت طويل. ما بقول لك الذهب ليه مفعول جامد على البشره، يفتح يشد. هو بيركز على الخلايا العصبيه اللي في البشره بيجددها. فاهماني؟ طيب بالنسبه للماسكات بتاعه البشره وتنظيف الرؤوس السوداء والحاجات دي، في تركيبه اللبان الدكر دي تحفه، وريهاني كده. ديت النتيجه فوريه. هي باينه. معانا صوره برضو للبشره. معانا صوره للبشره. بس يعني انا حاسه ان في امل ان اللي هتاخد الحاجه دي هيكون يعني النتيجه بتاعتها هتنبهر منها. انا متوقعه حاجه زي كده. الحاجات ديت انا بستعملها عندي. الصوره معانا على الهواء. دي قبل ودي بعد. دي برضو في خلال، هقول لك دي برضو في خلال من اسبوع ل 10 ايام. هي اي حاجه للبشره النتيجه من اسبوع ل 10 ايام. دي كانت رؤوس سوداء ومع الكريم اللي هو ماسك التفتيح البشره. هو المفروض في روتين انت هتحطي ده النهارده وده بكره. الذهب النهارده اللي هو كريم التفتيح اللي هو باللبن الدكر بكره هتستخدمي يوم ويوم. طيب تمام؟ بالنسبه للماسك بنسيبه قد ايه على بشرتنا؟ بصي الذهب ممكن تسيبيه نص ساعه. هو بينشف وبيتشال ولا لا 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 بيتغسل؟ لا لا انت ممكن اصلا وانت قاعده مش هتدعكي، مش هتحطي كده وتسيبي، لا ممكن تدعكي. فاهماني؟ تدخليه في مسام بشرتك. طيب بالنسبه للحاجات دي يا ساره، لازم اعمل بخار لبشرتي الاول ولا مش شرط؟ بصي أفتح على حسب. يعني على حسب. في ناس برضو بتكسل. مش هقول لك لا، احنا بس انا عندي في السنتر لازم هفتح المسام. انت السنتر عندك اكيد بتعملي لهم انت الروتين اللي يمشوا عليه، بدل ما مثلا في ناس ما عندهاش وقت فبتقول لك لا انا بدل ما اروح واعمل كل شويه لا انا اروح سنتر. طبعا انت بتستخدمي المنتجات الطبيعيه دي عندك في السنتر. طبعا المنتجات دي عاوزين بس نوصل للناس اللي شايفانا ان المنتجات دي دكتور اللي عاملها. طبعا منتجات طبيعيه مستخلصه كلها من نباتات طبيعيه واعشاب طبيعيه. طبعا ساره بتستخدمها في السنتر بتاعها على العملاء، والصور اللي بتكون موجوده معانا على الشاشه طبعا من تجارب العملاء، غير ان في طبعا ريفيوهات كتير، بس عشان وقت البرنامج ما قدرناش ان احنا ننزل اراء الناس عن المنتجات بتاعه ساره. طبعا يا ساره انا يعني عاوزه اقول لك ان الحاجه شكلها كده يعني ما شاء الله. في حاجه ان انا ليا طبعا في الحاجات. ايوه طبعا. احنا لسه داخلين على السنه. طيب انا عاوزه اعرف منك بقى حاجه للشعر يا ساره، لان في ناس كتير بتعاني من مشاكل فراغات تساقط. اكيد معاكي حاجه من الحاجات الحلوه دي للشعر. بصي هو الفراغات ديت مش كله، يعني في اصلا ناس بيبقى عندها صلع وراثي، ده ملناش دعوه بيه. في صلع وراثي، في صلع اللي هو ايه ماما بتشد لي الحته ديت فنحلت، انا زعلانه شويه فشعري ساقط، في اللي هو مشاكل التعلبه. فاهماني؟ الحاجات الصلع الوراثي ملناش دعوه بيه. ما يعني مش هيقدر يعالج الصلع الوراثي. لا لا لا. هو كل اللي ما فيه لو في بيبي هير صغير هيساعد ان المنطقه دي تتملى. فهماني؟ لكن الناس اللي عندها تعلبه او تساقط او الحته فاضيه خالص هتستعمل الديرما. تمام. هتمشي الديرما على الايد، على الحته انا همشيها على ايدي. على الحته اللي هي فاضيه مثلا تعلبه هتمشي هتشكشك شويه بس هتنشط الحته ديت. في تركيبه الفلفل الحار ديت رهيبه في الانبات. محطوط عليها الشعر قبل وبعد. معانا صوره برضو قبل وبعد للفراغات. طيب يا ساره كلمينا عن الزيت ده. دوت المفروض بيترش. هو بصي هنا دوت كانت مفيش خالص الحته فاضيه كتير. يا دوب هتمشي الدرم على الحته الفاضيه ديت.
وتبداي ترشي الفلفل، هتعملي مساج برضو خفيف للحته دي، للمكان اللي هو محتاج ان هو يتقل الشعر فيه. تمام. ديت هو بيمنع التساقط برضو. بصي للي شعرهم خفيف او عندهم تساقط او تقصف او شعرهم اللي خلاص هيعجز مش عارفين يتقلوه ونطوله زي الاول، الاستعمال هيبقى ازاي؟ هتجيبي شعرك قدام، هتعملي مساج خفيف بايدك من غير ما تحطي حاجه، مساج خفيف، وتبداي تفلقي الشعر خصله خصله وترشي. وبعد ما ترشي هتعملي برده مساج خفيف، ايدك تطلع نظيفه، فهماني؟ يعني ما يبقاش فيها زيت، عايزين نشرب الزيت ده كله للفروه. ده النتيجه مش هقول لك في 3 شهور زي ما بيتقال، لا ممكن في شهر واقل من شهر في الانبات. تمام، حلو قوي. الطول انت طبعا هتقيسي، يعني انت هتحطي وتقيسي. لا انا شعري طول، يعني نقول يا ساره التركيبه دي او الزيت ده من خلال شهر ونص هيجيب معانا نتيجه كويسه جدا. طبعا، بس طبعا لازم يستمر عليها كل يوم. طبعا. لا هقول لك، الناس اللي ما فيش خالص، اللي في تساقط جامد او الحته خفيفه خالص، الحته اللي في الشعر خفيفه خالص، هتستخدم كل يوم. تمام. في ناس اللي هي العادي اللي شعرها حلو بس في تقصف، بيتساقط بس مش قوي، لا هنستخدم يوم ويوم، بس مش اقل من يوم ويوم. طيب بالنسبه بقى في ناس عندها ولادها في سن صغير، يعني مش بيبي، يعني لا اطفال، يعني في الاعدادي كده مثلا، في الثانوي، في الابتدائي، بيبقى عندهم برده شعرهم خفيف، تنفع برده للاطفال؟ دي كلها طبيعيه، اشعه طبيعيه من اول 3 سنين استعملي. طيب كلها طبيعيه. انا لو دلوقتي شعري حلو وتقيل وصحي، بس مشكلتي انه خشن ومش ناعم، عاوزه احلله. بصي انا بحكم شغلي جربت حمامات كتير، حمامات كريم كتير، تركيبات تنعيم كتير، ما لقيتش زي دي الصراحه. دي تركيبه النانو. تركيبه النانو علاجها يعني هي خشونة. يعني فيها ايه؟ مكوناتها ايه؟ الاساسي بتاعها عسل كولاجين. عسل كولاجين، عسل وكولاجين دوت رهيبه، يعني بتسيح الشعر زي ما بيقولوا. حلو قوي. بس مش اللي هو انا هو بصي هتستعملي اي حمام شعري هينعم ساعتها، لا دي النتيجه بتبان بعديها، فاهماني؟ على طول. يعني الشعر بصي تركيبه قويه جدا، اقوى من اي حمام كريم يعني انا استعملته. طيب لما نيجي بقى الحته، يعني حته معينه، ناس كتير لما بتغسل شعرها، بنات كتير بتربط شعرها وهو مبلول، فبالتالي بيطلع ريحه كمكمه. ايوه بيكمل. فانت اكيد اكيد عاملين حساب كل الحاجات. ايوه دي. يعني تعمل ايه ساعتها؟ هو في سبلاش مخصوص للشعر. لا بس برضو لازم ننصح ان بلاش نربط شعرنا. طبعا. وهو مبلول. بس هقول لك انا، يعني انا هنصحك، بس انا مش هينفع انا هاخد شاور ولازم انزل الشغل. لازم، فهماني؟ في برضو روتين يومي انا مش هعرف امسك الناس فيه، بس خلاص انا لو يعني هاخد شاور وهنزل شغلي، لا هرش السبلاش، يبقى ريحتي حلوه، ريحه شعري حلوه. مش هكمكم، مش بصي اصل هكمكم مره خلاص الريحه مسكت في شعرك، فانت ما تحطي ده، دي زيوت عطريه مخصوصه اصلا للشعر. حلو. طيب معانا مداخله تليفونيه، استاذنك يا ساره. معانا الاستاذ سيد، اهلا بحضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. عايز بس اعرف الزيت ده سعره كام وينفع للرجال ولا لا؟ تمام ماشي، شكرا لك يا استاذ سيد. بس عندي سلع جامده يعني. عند حضرتك ايه؟ سلع يعني. سلع؟ شعر خفيف خالص. سلع ولا شعرك خفيف؟ في بيبي هير؟ لا السلع وراسي يعني. شعر خفيف جدا لدرجه ان الفروه نفسها مكشوفه. بس طيب. مش قوي يعني. استاذه ساره هترد على حضرتك. بص حضرتك، هو لو صلع وراثي يعني حد في العيله، إيه هو اصلا عندهم في العيله حد عنده صلع دوت، مش هنقدر نعالجه. هو لكن لو الشعر خفيف، في شعر يعني في شعر بس خفيف، طبعا ينفع للرجاله جدا. هو المنتجات اللي معانا بالذات للشعر طبعا هي تنفع، او بشره، في تنفع رجاله وحريم. في رجاله عندهم هالات فيستخدموا الهالات، في رجال عايزين وشهم صغير يبقى يبان اصغر، او يهتموا عشان التجاعيد والحاجات دي. فهماني؟ يعني الحاجات تنفع رجال. طيب يا ساره، هو بيقول لك دلوقتي سعره كام؟ انت عامله يعني اكيد تخفيضات وحاجات حلوه وعروض. عامله عروض. طيب بصي انا عامله على اي مجموعه، اي 3 مجاميع هياخد مجموعه هديه فري. طب عرفيهم بقى المجموعه. المجموعه شامبو، ده خالي من السلفيت. السلفيت دوت
الماده الكيماويه اللي بتتحط للصابون السائل. طب هستاذنك يا ساره نرد على التليفون عشان تقولي عروضك في الاخر. معانا الاستاذ عبد الحميد من منيا، اتفضل استاذ عبد الحميد. اتفضل. ممكن اكلم الدكتوره؟ اتفضل مع حضرتك. دلوقتي يا دكتوره انا في علامه بتلعن كل سنه في راسي. ايه؟ دلوقتي بتلعن الثعلبه كل سنه في راسي. بيطلع له بتلعن الثعلبه. اه تمام. ماشي شكرا ليك يا استاذ عبد الحميد. بيطلع له كل سنه ثعلبه في شعره. الثعلبه لا الفلفل هيطلعها. الفلفل هيطلع زيت الفلفل. زيت الفلفل مش هنجيب فلفل ونحطه على راسه. زيت الفلفل اللي معاكي هو اللي هيطلع. هو على فكره مش فلفل بس، ده هو داخله اكتر من 16 زيت. طب حلو قوي. في زيت العصفر، في زيت جوجوبا، في ارجان. تمام. في زيوت كتير بس الاساسي اساسي في التركيبه زيت الفلفل، وده رهيب رهيب في امداد الشعر. جميل. احنا لو بحثنا على في جوجل على زيت الفلفل في ناس الحار. اصلا بتروح تعمل تركيبات زيت الفلفل ده في البيت علشان تجيب معاها نتيجه. طب ما احنا وفرنا طبعاً عليكم الطريقه وحاجه صحيه وطبيعيه اكتر. يعني ممكن تعملي الطريقه عندك في البيت غلط فبالتالي انت كده ريحتيهم. زيت الفلفل بس ممنوع يعمل التهابات فرط. لا مش زيت الفلفل، في تركيبه كده طالعه على النت اللي هو الفلفل ونحطه في زيت وحاجات غريبه كده. لا 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 بس انا يعني ممكن يكون له اضرار على تقله، يعني تقله اكيد على أيوة الشعر بيأثر يعمل التهابات. لكن ده دكتور اللي عاملها فاكيد عاملها بنسب كويسه معين. فالثعلبه اللي هو الاستاذ كان بيتكلم فيها هيمشي درمة، ما عندوش درمة هيستخدم كل يوم التركيبه بتاعه الفلفل على فروه الراس ويحط السيرام السيليكون. طيب ساره عاوزه اعرف منك حاجه لتبييض السنان والشفايف، يعني الاثنين مع بعض هنضحك. لان في ناس كتير بتشرب شاي وقهوه. بصي هو اولا الشفايف، خلينا بره الاول الشفايف. في ناس بتاكل شفايفها يعني بتنيها تقشر فيها، فهماني؟ فبتعمل طبقتين، تحس ان في الشفايف بقت حتتين، حته واطيه وحته عاليه. في ناس عندها جوه اللون بتاع غير بره، فاهماني؟ في السكراب بتاع الشفايف ده تحفه. طب بسرعه يا ساره قولي لنا عروضك عشان وقت البرنامج. طيب بصي مجموعه الشعر، شامبو تساقط، تمام، تركيبه النانو، تركيبه الفلفل طبعا، سيرام السيليكون ده رهيب برده بيعمل عازل على الشعريه بيطريها جدا، تمام، السبلاش، اي مجموعه من ديت، اي ثلاث مجاميع هتاخدي مجموعه عليها هديه. يعني مثلا ممكن يجمع حد العيله كلها، مثلا انا هاخد مجموعه وصاحبتي وناخد عليها مجموعه هديه. طب لا مش كده، هو اي مجموعه برضو هتطلب. يعني انت طلبتي مثلا مجموعه الشعر هتاخدي ثلاث مجاميع وعليهم مجموعه هديه من اختيارك. لا وهتاخدي اي مجموعه سواء جسم او بشره هديه برضو. تمام. يعني معانا برضو منتجات تانية للجسم بس ماني، فهماني؟ مش تمام. هيبقى بنفس الاحجام، هيبقى ميني، فهماني؟ تجربه. يعني هتاخدي، يعني لو طلبتي شعر هتاخدي شعر وبشره او جسم. ساره حلقتنا انتهت بسرعه وان شاء الله يكون لنا كمان لقاء تاني نتكلم بقى عن الجسم المره الجايه باذن الله. مشاهدينا اشكرك جدا يا ساره. مشاهدينا بشكركم جدا واتمنى ان شاء الله تشوفونا الحلقه الجايه يوم الاربعاء الساعه 5. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من لقاء معايا.